أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المباشرة من قناة العيون الجهوية، وإلى حضراتكم أبرز العناوين. تواصل ردود الأفعال حول الورقة التأطيرية المقدمة لجلالة الملك من مدينة بوجدور. ووفد السفراء المعتمدين بالمملكة يختم زيارة قادته لمدينة الداخلة. ويوم دراسي حول خطر الألغام بالبيرات بيعسى. يحضر معي ضيفا في هذه النشرة سيد مولود أجف، نائب برلماني والمنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بالعيون. سيد مولود أهلا بك، ولنا عودة في سياق هذه النشرة. نستهل النشرة من تندوف، حيث أفادت مصادر متطابقة أن قبيلة جاكان تظاهرت ليلة البارحة إلى حدود صباح اليوم أمام مقر الشرطة والمحكمة بعد اعتداء رجل من الشرطة على أحد أبنائها، ولم تتوقف المظاهرات إلا بعد إيداع رجل الشرطة السجن. استقبل الرئيس الموريتاني السيد محمد ول عبد العزيز صباح اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي بنواكشوط سفير صاحب الجلالة المعتمد في موريتانيا السيد عبد الرحمن بن عمر، وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المثمرة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي تستمد قوتها ومقوماتها من القواسم التاريخية والحضارية العريقة التي تجمع الشعبين الشقيقين، والإرادة القوية التي تحذو قائديهما لتعزيزها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. كما تم التأكيد بالمناسبة على ضرورة تكثيف الزيارات بين مسؤولي البلدين لترسيخ الشراكة الاستراتيجية التي تربط بينهما. في سياق التقارير الإخبارية التي نوردها منذ إصدار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للورقة التأطيرية حول نموذج التنمية بالأقاليم الجنوبية، نعرج الليلة على مفهوم الحكامة، مفهوم ركز عليه المجلس في الورقة ويعتبره أساسا لكل فعل تنموي لا سيما في المنطقة. تفاصيل أوفى رفقة محمد فاضل أبو الحسن. حسن التدبير، الإشراك، التشارك والتوافق، أسس أربع يرى متخصصون أنها ركائز مفهوم الحكامة الجيدة أو الرشيدة كما يطلق عليها عديدون. مفهوم حديث في دول العالم الثالث ركز عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ورقته التأطيرية المقدمة مؤخرا أمام جلالة الملك. ورقة تعتبر خارطة طريق لعمل المجلس فيما يتعلق بنموذج التنمية الجهوية المزمع تطبيقها في الأقاليم الجنوبية، حيث اعترفت بمفارقة مفادها أنه رغم المجهودات المبذولة في المنطقة منذ استرجاعها قبل 37 سنة، فإن هناك مشاكل حقيقية تحول دون حدوث إقلاع اقتصادي وخلق ثروات محلية. الورقة ذاتها أضافت أن التوترات الاجتماعية في المنطقة والمشاكل القائمة في مجال البطالة في صفوف الشباب الصحراوي مردها إلى إحساس العديد من سكان المنطقة بالحيف. هذا الإحساس وتلك التوترات يجدان جوابا شافيا في إحدى ركائز النموذج التنموي، ألا وهي الحكامة. ومن هنا فالمجلس وضع أصبعه على الداء حسب مراقبين محليين، والحل وفق الورقة التأطيرية في ضبط وتوجيه التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمؤسسات وتشجيع المشاركة بين جميع المتدخلين في العملية التنموية وتوزيع المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، فيما تبقى مفاهيم من قبيل الشفافية وجودة الخدمات والتحفيز وتبسيط المساطر وتكافؤ الفرص، مفاهيم أساسية لتنفيذ آليات الحكامة الجيدة أو الرشيدة أو هما معا. سيد نائب، قبل التعليق على ما ورد في التقرير، أولا كيف تعلقون أولا على الورقة التأطيرية المقدمة بين يدي جلالة الملك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لابد باش نشكر قناة العيون الجهوية من خلال استضافتنا كحزب سياسي فاعل في المنطقة. أعتقد بأن هذا التقرير جاء بعد الخطاب ديال جلالة الملك في ذكرى عيد المسيرة الخضراء، وهذا التقرير جاء تضمن محاور أساسية من شأنها الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تشمل تعبئة الفاعلين بهذه الأقاليم حول إنجاح هذا المشروع. وأعتقد كذلك بأن هذا التقرير جاء في وقت مهم، خصوصا بعد الحراك السياسي
والاقتصادي والاجتماعي اللي عرفتوه هذه الأقاليم، وما يمكنناش كحزب سياسي ننكروا المجهودات اللي قامت بها الدولة هذه السنوات الماضية كاملة في مجموعة من المجالات، وخاصة في ترسيخ بنيات تحتية اللي نفتخروا بها بالأقاليم الجنوبية. ولكن نؤكد كذلك بأن هناك اختلالات كبيرة. سيد نائب، في هذا الإطار هناك فعلا مجهودات قامت بها الدولة على مدار السنوات الماضية، لكن أيضا بما ورد في التقرير في موضوع الحكامة هناك تفشي ظاهرة البطالة وما إلى ذلك من المشاكل التي تعرفها الأقاليم الجنوبية. يعني هذه السنوات كان اللي فعلا الدولة قدمت مجهودات وساهمت في التنمية، ولكن في المقابل يعني المواطنين هناك مشاكل كثيرة. طبيعة الحال هناك مشاكل كبيرة، ونحن كحزب الحركة الشعبية من خلال ممثلين ديالنا في المجالس المنتخبة وفي البرلمان بغرفته الأولى والثانية كان دائما صوتنا معروف، كان دائما دفاعنا وكلمة الحق نقولها في هذه الملفات. أعتقد بأن مجموعة من الاختلالات اللي عرفتها من المجموعة من الملفات، خاصة الشغل، خاصة توزيع بطائق الإنعاش، خاصة في السكن، يعني هذه الملفات اللي التقرير اليوم جاء وقف وقال بأن هناك مشكل. احنا كنا دائما هذه السنوات ننادي، ومن خلال مجموعة من المنابر لا الإعلامية ولا في المجالس، نؤكد بأن هناك اختلالات كبيرة واللي ربما دعت ساكنة اليوم الأقاليم الجنوبية اللي صبحت كاملة اليوم الحمد لله هي ساكنة اليوم كاملة صبحت تتكلم وتدافع عن حقوقها. وأعتقد بأن البطالة اليوم أصبحت ظاهرة كبيرة عندنا في الأقاليم الجنوبية، خاصة إذا عرفنا بأن التوظيف المباشر اليوم ما بقاش، كان هو الوسيلة الوحيدة لكي يمص جانب من هذه البطالة. يبقى الاقتصار دائما على الصيد البحري والفوسفات، هناك غياب الفاعلين الاقتصاديين، يعني الاستثمار ما كايش، حتى المستوى الدراسي والتكوين ديال التكوين بالأقاليم الجنوبية كيساهم ضعيف مقارنة. يمكنش لشبابنا اليوم يتوجهوا للمعاهد. نعطيك غير مثال الطب، إلى جينا نشوف الأقاليم الجنوبية أولادها اليوم يعدوا على الأصابع اللي يتوجهوا لكليات الطب، لأن ضعف تكوين وضعف مستوى الدراسي. وحتى سأعود إليك في سياق النشرة، هناك أيضا تأتي المشاريع الكبرى الجديدة في قطاع الصيد البحري بهدف تقوية بنيته والرفع من إنتاجيته والإسهام في توفير مناصب الشغل لساكنة إقليم بوجدور. جانب من آراء عدد من ساكنة الإقليم وفعاليته السياسية والمدنية أكدت أن هناك مشاكل حقيقية تحول دون تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتعتبر الورقة التأطيرية حول نموذج تنمية الأقاليم الجنوبية خارطة طريق للمستقبل، كما أنها وثيقة تشخيصية للواقع التنموي. بها بريغين العروسي والصالح أرقيبي. قطاع الصيد البحري يعد إحدى الروافع الأساسية للتنمية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية بالنظر للإمكانيات الهائلة التي توفرها السواحل بالمنطقة من حيث غناها بالثروات السمكية المتنوعة ذات الجودة العالية، مؤهلة طبيعية هامة تتمثل في موقع متميز لتنمية القطاع. كل المواصفات مطروحة لتأهيل إقليم بوجدور، وساكنة الإقليم تحذوها رغبة أكيدة في أن تجيب الورقة التأطيرية المتعلقة بإعداد أرضية نموذجية للتنمية في الأقاليم الجنوبية على الكثير من الأسئلة التي يعتبرونها ضمن أولوياتهم الأساسية لتحقيق التنمية بهذا الإقليم الفتي. احنا بصفتنا في المجتمع المدني ثمنوا هاي الورقه اللي جا بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واللي قدم مؤخرا لصاحب الجلاله الملك محمد السادس. هاي الورقه ثمنوها جيدا، واحنا هنا في مدينه بجدور، هي مدينه مطله على المحيط الاطلسي، هي مدينه ساحليه معروفه بجوده الاسماك وتنوعها، وميناء صغير، مرفع صغير وميناء كبير، وحتى قرى الصيادين معروفه بمرشيات. هذه الورقه احنا نثمنوها وندوروها، ترفع لنا من تعانينا مشكل التشغيل اللي هو مشكل الشباب اللي يعيشوا هون في هذا الاقليم. ننتظر من هذه الورقه التعطيريه التي صدرت هذا الاسبوع باعطاء حلول على ارض الواقع، نظرا لانه ولله الحمد اعطانا مولانا هون موارد سمكيه هائله، وتم إيجاز منشآت سواء على المرسى أو في القرى الصيد اللي هي مثلا في المستوى. إذن لم يتبقى إلا ظهور
ظهور حلول لامتصاص البطالة المتواجدة. وأكد فاعلون محليون بإقليم بوجور على ضرورة ملائمة النموذج الجديد للتنمية في الأقاليم الجنوبية مع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية لساكن المحليين، وأن تستجيب مرتكزاته لطموحات وانتظارات الساكنة. كما طالبوا باستثمار المؤهلات التي تزخر بها سواحل الإقليم خصوصا، وأن هناك تعزيز التجهيزات التحتية المرتبطة بقطاع الصيد بالعديد من المنشآت الجديدة الهادفة إلى إعطاء دفعة قوية للنشاط الاقتصادي بالمنطقة. الإقليم لديه ثروة هائلة من السمك، ثروة هائلة ومن النوع الممتاز، لديه ميناء جديد، لديه قرى صيد في الجنوب وفي الشمال. من هذا المنطلق بقينا كمنتخبين بقينا هذه الورقة التأطيرية يعني تكون شاملة لهذا الكم الهائل اللي تسخر به مدينة بوجدور. إقليم بوجدور معروف عنه المنطقة الوحيدة في الأقاليم الجنوبية، والله لا بغينا نقوله في المغرب كامل، من طنجة إلى القويرة الإقليم الوحيد اللي يزخر بمؤهلات من الصيد البحري جد مهمة. نرجو أن يتلو هذه الورقة إن شاء الله نقاش واسع يتم فيه إشراك كل فاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين والاقتصاديين كذلك، من أجل الخروج بمشروع تنموي ينهض بهذه الأقاليم. إن من شأن النموذج التنموي الجديد تحفيز الاستثمار بالأقاليم الجنوبية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخلق العديد من فرص الشغل لفائدة الشباب والنساء. في ردود الأفعال دائما أكد الشيخ ملعين الأرباس رئيس المجلس العلمي المحلي للعيون أن الورقة التأطيرية حول نموذج تنمية الأقاليم الجنوبية التي قدمت مؤخرا لجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تشكل حجر الزاوية في مسار تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة. من جانبه أوضح السيد عبد السلام أحمد حبيب الله رئيس جمعية المغاربة المقيمين بجنوب إفريقيا أن هذه الورقة هي قبل كل شيء مقاربة متجانسة تأخذ في الاعتبار المقومات المحلية للجهة وتستجيب لتطلعات ساكنتها. من جهة أخرى ذكر السيد المساوي سيدي محمد العثماني عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في هذا الصدد بأن الجهوية المتقدمة تجسدت بإطلاق العديد من برامج التنمية الجهوية، مبرزا أن الأقاليم الجنوبية عرفت تنمية غير مسبوقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أستاذ مولود، بالعودة إلى الموضوع، كيف تنظرون إلى إشراك ساكنة الأقاليم الجنوبية في عملية بناء هذا النموذج؟ أعتقد بأن اليوم يجب وبالحاح إشراك المواطنين بهذه الأقاليم الجنوبية من خلال منتخبين وشيوخ القبائل والأعيان والنقابيين وفعاليات المجتمع المدني في حوار، يكون حوار صريح، يكون حوار فاعل من أجل الخروج بهذا المشروع إلى الوجود وبأسرع وقت، لأن اليوم الساكنة تنتظر هذا المشروع بالصبر، وكذلك الساكنة اليوم معولة على هذا المشروع لأنها ما صبحت تثق في حد. يعني خصنا نتكلموا الأمور نسموها مسميات. يعني الأمل اليوم كبير، الساكنة اليوم أملها كبير من هذا المشروع اللي جاء من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اللي نتمناه إن شاء الله، واللي نحن إن شاء الله سنكون إن شاء الله في هذا الحوار وسنعبر عن هموم المواطنين وعن مشاكلهم، ونتمناه إن شاء الله هو النجاح لهذا المشروع للنهوض بهذه الأقاليم لتكميل النهضة العمرانية والتنموية اللي تعرفها هذه الأقاليم. إذن سيد مولود الجف النائب البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بالعيون، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. شكرا. استقبل والي جهة وادي الذهب القويرة السيد حميد شبار ليلة البارحة بمقر إقامته وفد السفراء الذي يقوم بزيارة لمدينة الداخلة تنظمها المؤسسة الدبلوماسية. وقد قدم والي الجهة عدة معطيات للسفراء حول المسار التنموي لهذه الجهة والمشاريع التنموية الكبرى التي أنجزت أو في طور الإنجاز منذ عودة هذه الأقاليم إلى حوزة الوطن، والطفرة التنموية التي تشهدها الجهة في مختلف المجالات مع استحضار المؤهلات الاقتصادية الهائلة لهذه المنطقة. وفي معرض حديثه عن قضية الوحدة الترابية أكد والي الجهة
أن المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية يمثل الحل الواقعي الجدي والمسؤول لهذه القضية. اليوم الأخير من أنشطة وفد السفراء الإحدى عشر دولة معتمدين بالمغرب إلى الداخل تضمن زيارة ميدانية لبعض المنشآت الرياضية والتعليمية والثقافية، إضافة إلى إجراء لقاء تواصلي مع ممثلين عن المجتمع المدني بالداخل. غالي القارحي، محمد يدس. المنشآت الرياضية بمدينة الداخلة كانت المحطة الأولى في جولة الوفد التفقدية، وذلك بزيارة الملعب البلدي المشيد وفق معايير حديثة والمجهز بعشب اصطناعي. القاعة المغطاة الأخرى كانت محل زيارة تابع الوفد خلالها أهم تجهيزات ومرافق هذه البناية، كما تم القيام بزيارة لثانوية لالة خديجة، وذلك لمتابعة نموذج من بيداغوجيا التعليم. وقد اختتم الوفد جولته بالوقوف على محطات من تاريخ المنطقة من خلال زيارة المتحف الصغير للمغرب الصحراوي الذي تضم أروقته صورا عن التراث والتاريخ الثقافي للمنطقة. خلال زيارة هذه لمدينة الداخلة تفاجأت جدا للتغيرات الكبيرة والمهمة التي عرفتها المدينة في ظرف وجيز، حيث أصبحت مدينة ذات مقومات عصرية، وهذه التغيرات هي تغيرات جذرية في مجملها. خلال زيارتي لاحظت وجود مجتمع عملي يمشي على الخطى التنموية الهادفة التي وضعها جلالة الملك، مشاريع تنموية لمست جميع القطاعات المهمة خاصة الاقتصادية والصيد البحري والسياحة. ممثلو المجتمع المدني بالداخل التقوا السفراء خلال لقاء تمحور حول المشاريع التنموية الكبرى التي تعرفها جهة وادي الذهب الكويرة وانعكاسها الإيجابي على الدينامية التي تعرفها معظم القطاعات الاقتصادية، كما تم تناول ملف قضية الوحدة الترابية، حيث أكد ممثلون عن المجتمع المدني ضرورة فك الحصار عن ساكنة مخيمة تندوف نظرا للمعاناة التي يعيشونها هناك، مؤكدين في نفس الآن على ضرورة حل هذا الملف عن طريق تبني المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية. وصلنا معنا الحل المطروح عن نحنا كحكومة وشعبا مجتمع مدني، أن الحل المطروح هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ولا شيء غير حكم ذاتي. هذا هو اللي عنا اللي هو اللي تمسكوا به، هو المطلبنا الوحيد، مطلب جميع الصحراء الساكنة الصحراوية، وهذا هو المطلب. المقترح المغربي بخصوص الحكم الذاتي هو مقترح مسؤول وواقعي، بل هو مقترح نبيل، ونحن نتمنى في قليل الأيام القادمة إن شاء الله أن يتم حل هذا المشكل. المخطط المغربي للحكم الذاتي هو خطوة جادة ومسؤولة وفريدة من نوعها، ونحن ندعم هذا المقترح من أعماقنا، ذلك لأنه هو الحل الأمثل والأكثر واقعية. الزيارة التي يقوم بها سفير 11 دولة المعتمدين لدى المغرب إلى مدينة الداخلة تضمنت القيام بزيارات تفقدية للمنشآت والبنيات التحتية ولقاءات مع فعاليات مختلفة ترم من خلالها المؤسسة الدبلوماسية المنظمة لهذه الزيارة إلى إبراز الأوراش المفتوحة والمنجزات التي تشهدها المنطقة في شتى المجالات. في الشأن البرلماني تدارس أعضاء مجلس النواب مجموعة من القضايا وعلى رأسها مستجدات القضية الوطنية، إضافة إلى مواضيع أخرى تهم الحياة اليومية للمواطنين. تقرير محمد الفرس. قضية الوحدة الترابية كانت في صلب أولويات نواب الأمة في الجلسة البرلمانية لهذا الأسبوع من خلال سؤال لحزب الأصالة والمعاصرة حول آخر مستجدات قضية الصحراء. ما هي الوضعية الحالية للقضية الوطنية؟
وزير الشؤون الخارجية والتعاون استعرض أهم المحطات والمستجدات المتعلقة بقضية الوحدة الترابية، وعلى رأسها الدعم الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي، وتناول الخطوط العريضة للاستراتيجية المتبعة في شرح أهمية هذا المقترح للمنتظم الدولي. ومن التقرير ديال مجلس الأمن إلى اليوم شنو هو الوضعية ديال القضية الوطنية، يمكن نقول بأن السنة اشتغلنا على 5 المحاور الأساسية إضافة إلى محاور جزئية. المحور الأول هو تعزيز الدعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي هذا المجال الدبلوماسية المغربية كلما كان هناك لقاء إما متعدد الأطراف وإما ثنائي فكان هناك محاولة للشرح والتوضيح فيما يقول الدبلوماسية فيما يخص مبادرة الحكم الذاتي، وبالتالي لا في البيانات ولا في التصريحات التي صدرت على أعقاب هذه الاجتماعات واللقاءات التي تعد بالعشرات طيلة هذه السنة كان هناك وضع متميز للاعتراف بأهمية هذه المبادرة المغربية، وكاين دول جديدة استطاعت أن تسجلها في وثائق رسمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص البيان المشترك بعد الحوار الاستراتيجي، أو عديد من الدول الأخرى مثل دول الكاريب مثلا أو الدول الجزرية، وهي 13 دولة المحيط لهذه أثناء الاجتماع الذي وقع في الرباط مؤخرا، وفي البيان الختامي سجلنا مرة أخرى هذا، وهذا اعتراف لهذه الدول، يزداد اعتراف الدول بهذه المبادرة. ثانيا إعادة التأثير السياسي للمسلسل السياسي يعني التفاوضي، وهذا بالخصوص بعدما وقع بالنسبة للسيد كريستوفر روس، وأنتم تعرفون أنه التقرير الشفوي الذي قدمه أمام مجلس الأمن والمناقشات اللي تمت أثناء زيارته للرباط وغيرها، والذي تم أيضا أثناء زيارته لنيويورك مع السيد الأمين العام، كان هناك تأطير سياسي، والفضل في هذا يعود لمكالمة جلالة الملك مع الأمين العام للأمم المتحدة. ثالثا تكريس البعد الإنساني للقضية، سواء البعد الإنساني اللي كيخص الساكنة ديال الصحراء أبناء نفس الصحراء، أو اللي كيخص المحتجزين في تندوف، هناك تركيز على هذه القضية، وللمرة الثانية يسجل قرار مجلس الأمن أهمية الإحصاء. كما أكد رئيس الدبلوماسية المغربية على ضرورة التصدي لمؤامرات خصوم الوحدة الترابية من خلال التنسيق والعمل المشترك بين كافة الفاعلين الوطنيين بناء على مقاربة تشاركية وتشاورية بناءة. هناك تصدي مستمر، ويمكن أن أقول عشرات المحطات التي هذا التصدي مستمر فيها، ونحن في هذا في تنسيق مع مختلف الإدارات المعنية بهذا. خامسا تعزيز التنسيق مع الفاعلين غير الحكوميين، لأول مرة عندنا مديرية خاصة، اليوم غادي تكون عندنا شراكة، غادي تكون عندنا تنسيق مع البرلمان، مع الأحزاب السياسية، مع الجمعيات المجتمع المدني، ومع مختلف الفاعلين غير الحكوميين، لأن كنشوفوا بأنه إن لم يكن هناك عمل مشترك وإن لم يكن تنسيق في هذه القضية فيعني غيتبقى دائما مجموعة من الاختلالات تتكرر. وحول موضوع ارتفاع أسعار الخضر بالأسواق الوطنية، تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي حسناء أبو زيد بسؤال حول التدابير الحكومية المتبعة لتخفيف تداعيات هذا الارتفاع على الأسر المغربية. سؤالنا يصب أيضا في مكون أساسي مرتبط بالوضعية المالية أيضا للأسر المغربية، والمتعلق بارتفاعات صاروخية لأثمنة الخضر في الأسواق المغربية. نريد أن نعرف ما هي الإجراءات الاستعجالية التي أعدتها الحكومة للتدخل من أجل الحد من تداعيات هذه الارتفاعات في الأسواق المغربية. الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بشؤون العامة والحكامة شرح في جوابه أهم الأسباب التي دعت إلى رفع أسعار الخضر، والتي يربطها بالأوضاع المناخية وتلاعب المتضاربين بالسوق. بالفعل تابعنا جميعا وبكل أسى وأسف الارتفاعات اللي ما يمكنش نعتبروها صارخية، ولكنها ارتفاعات لمجموعة من المواد الأساسية كالخضر والفواكه خلال المرحلة ديال دجنبر 2012. أكيد أن هناك شق اللي ما يمكنش نبرره كحكومة، هو اللي في شهر نوفمبر كما تعلمون كانت تساقطات مطرية، في مباشرة بداية دجنبر كانت الناس فرحوا بالثلج في إفران وفرحنا كاملين، لكن كانت عنده أثر على موجة البرد والصقع اللي أثرت على واحد المجموعة ديال الفلاحة سواء في المنطقة ديال السوس بالأساس، وكانت أيضا إشكالات متعلقة بآخر السنة اللي هي الكوطة اللي عند المغرب في التصدير، وخاصة في المادة ديال الطماطم أساسا اللي خصو يكملها الاتحاد الأوروبي، وهذا اللي جعل على أنه بعض المواد ومنها أساسا الطماطم تأثرت حقيقة، وهي اللي رفعت الزيادة الكبيرة في الأسعار ديالها. خصنا غير نكونوا واضحين ونقولوا أنه هذه الأسعار اللي تنتكلموا عليها واللي جات في السؤال ديالكم تتعلق بمواد محررة
هي ما هي مواد مقننة بحال الكهرباء والأدوية، ولا هي مواد مدعمة بحال الفيول وليسونس، هي مواد محررة. كاين إشكالات، وحنا تنقولوا بأنه كاين إشكال اللي هو اقتصادي، كاين إشكال اللي هو عنده علاقة بالمناخ، لكن كاين إشكال اللي عنده علاقة بالوسطاء، وهذا اللي تتحرك فيه الحكومة، وقامت مجموعة ديال الإجراءات للضرب على يد مجموعة من المتلاعبين. النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية عزوها العراق توجهت بسؤال الوزير الاقتصادي والمالية حول آليات تنفيذ المرسوم الحكومي والخاص بتدبير الصفقات العمومية. صادق المجلس الحكومي بتاريخ 28 دجنبر 2012 على مشروع مرسوم يتعلق بالصفقات العمومية رقم 349/12. نسألكم سيد الوزير عن حيثية هذا المرسوم وعن المدة التي سوف يتم تنفيذه فيها. وزير الاقتصاد والمالية تحدث في جوابه عن الميزات الأساسية للمرسوم الحكومي الصادر في 28 دجنبر 2012 والمتعلق بالتدبير الصفقات العمومية. واعتمدنا مقاربة تشاركية من أجل إنجاز هذا الإصلاح، وهذا الإصلاح جاب عدة أمور جديدة. أولا أن تم توحيد الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية، أي أن لا الدولة ولا الجماعات المحلية ولا كذلك المؤسسات العمومية فغتطبق نفس هذا المرسوم، وهذا شيء إيجابي جدا اللي غيمكن من تطوير الشفافية بالنسبة لتدبير الصفقات العمومية في بلادنا. النقطة الثانية وهو أننا قمنا كذلك بتقوية الشفافية ومساطر المنافسة في هذا المجال. في موضوع آخر، وبجامعة البويرات القروية التابعة لإقليم سزاك، نظم المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتعاون مع السلطات المحلية، نظم حملة تحسيسية حول مخاطر الألغام. الحملة استهدفت ساكنة الجماعة والرحل المجاورين لها. حجب تامك ومحمود أطويف. زيارة ميدانية لجماعة البيرات القروية قام بها المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي فرع أسزاك لتحسيس الساكنة بمخاطر الألغام، حملة استهدفت تلاميذ هذه الجماعة الذين استفادوا من مجموعة من الشروحات والنصائح بخصوص أخطار الألغام، كما وزعت عليهم مطويات تبرز مخاطر هذه الآفة. قامت واحد الحملة توعوية وتحسيسية لجميع التلاميذ لهذه المؤسسة بخصوص أخطار الألغام والأسباب اللي كتأدي لها، وكذلك الحوايج اللي خاص التلاميذ والأطفال يلتزموا بهم باش يتجنبوا المخاطر ديالها. حاولنا أن نبين لهم الأخطار والمخاطر التي تعوج التي تحيط بهم من آثار الألغام المتواجدة في المناطق التي ترعون فيها الماشية والجمال إلى آخره والسيارات. كما استفاد من هذه الحملة التوعوية البدو الرحل، حيث قدمت لهم مجموعة من الشروحات حول الآثار السلبية التي تخلفها الألغام وحثهم على تجنبها ذرءا لمخاطرها. عدلوا، نتمناو خير ان شاء الله وتموا يعدلوه على ذي التوعيه اللي وعاو كبار وصغار ومن تاغتهم وكذا، وعلى شجاعتهم اللي مستهمين بها، ومن عاقب ذاك هم اللي نطلبوا ان شاء الله الا يتموا سايرين في اعمالهم. زار التلاميذ ديالنا في الدراسه وعاتهم على هذا الشيء ديال على حساب الالغام ديال الباديه قبال، ما يتموا يرفدوا شيء لا جبروه شيء حديده شيء، ونشكرهم اللي قبالوا. حملة توعوية ستساهم في تحسيس هذه الساكنة القروية بمخاطر هذه الألغام التي تنتشر بالمنطقة. آخر مستجدات الصحف الوطنية الصادرة يوم غد في تقرير للزميل محمد لمين القارح. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء من يومية الأحداث المغربية، وكتبت في صفحتها الثالثة: أكد يوناه ألكسندر العضو البارز في معهد بوتوموك الأمريكي أن نموذج التنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية نابع عن حس قيادي ورؤية ملكية تهتم بصالح المواطنين وفي إصغاء دائم لطموحاتهم. وقال ألكسندر بحسب ما ورد في الأحداث المغربية:
إن هذا النموذج التنموي الجديد يندرج في سياق أجندة الإصلاحات الهيكلية التي أطلقها جلالة الملك على جميع المستويات، موضحا أن هذه المقاربة الخلاقة تشكل نموذجا تنمويا يحتذى به بالنسبة للبلدان الأخرى بالمنطقة. صحيفة المساء أجرت في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء حوارا مع شكيب بن موسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماع والبيئي، استعرض فيه أهم محاور الورقة التأطيرية التي قدمها لجلالة الملك محمد السادس حول التنمية الجهوية في الأقاليم الجنوبية. وبحسب ما ورد في المساء، فقد سلط شكيب بن موسى الضوء على عدد من النقاط التي تتعلق بتدبير ملف المساعدات المقدمة للصحراء، وقال بهذا الخصوص: المساعدات الموجهة للصحراء ليست عيبا، لكن العيب لا تصل لمستحقها. كما يرسم بن موسى من خلال هذا الحوار معالم النموذج الجديد للتنمية في الصحراء الذي سينخرط فيه المغرب انسجاما مع مبادئ الجهوية المتقدمة. ومن الملحق الرياضي ليومية أخبار اليوم المغربية، نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء، وجاء فيها بأن الجماهير المغربية والجزائرية المقيمة بجنوب إفريقيا تواعدت بالاتحاد فيما بينها ومساندة منتخبي بلديهما في مبارياتهما في نهائيات كأس إفريقيا للأمم المرتقب انطلاقها في 19 من الشهر الحالي والممتدة إلى غاية 10 من الشهر المقبل. وأضافت أخبار اليوم المغربية في تفاصيل الخبر بأن الجماهير الجزائرية وعدت نظيرتها المغربية بتشجيع المنتخب الوطني المغربي في مبارياته أمام كل من أنغولا والرأس الأخضر وجنوب إفريقيا. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم بلوش إبراهيم العبد الله عن سن تناهز 72 سنة. المرحوم ينتمي لقبيلة أولاد بوغرفة، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ورقة أحوال الطقس ليوم غد بمشيئة الله تخبرنا أن الطقس سيكون مستقرا ومشمسا بالمنطقة خلال النهار مع تشكل بعض السحب المنخفضة بالقرب من السواحل وذلك خلال الصباح. درجة الحرارة الدنيا المسجلة لهذه الليلة ستراوح مشيئة الله ما بين 6 درجات بقليمي وسمارة و16 درجة بالكويرة. أما عن مقاييس درجة الحرارة العليا المسجلة اليوم غد إن شاء الله ستراوح ما بين 28 درجة بالكويرة و18 درجة بسيدي إفني. حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون هائجا من طنجة إلى الطنطان وقليل الهيجان إلى هائج من الطنطان إلى بوجدور وهائج من بوجدور إلى نواكشوط. شروق الشمس في مدينة العيون سيكون بحول الله على الساعة 7 صباحا و48 دقيقة والغروب على الساعة 6 مساء و10 دقائق. مع مقاييس درجة الحرارة العليا المسجلة اليوم غد ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستكون في حدود 28 درجة بنواكشوط وكيهيدي ونواذيب 29 بباماكو 19 بلاسبالماس 20 بزويرات 24 بأطار 18 بتندوف 19 بالربوني 22 بتودني. أما بالعاصمة الرباط ستكون إن شاء الله في حدود 18 درجة. قبل الختام نعود كالعادة لنوجه عنايتكم مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتتهم متابعة نشرة الأخبار لأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrt.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون الجهوية من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا على الساعة 4 والربع مع إعادة لهذه النشرة عبر قناتي المغربية. في الختام تحية لكم أينما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله.